أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات السبت الموافق 29 أبريل 29 نيسان 2023. قلبك النهاردة هيكون حابب جدا إنه يلاقي الحب اللي بيتمناه والاهتمام الخاص جدا من الطرف التاني في اليوم ده. مع كل ده ممكن يكون عندنا مهام جادة جدا في اليوم ده، عشان المفروض اننا نكملها واحنا مكناش مكملينها. هينبغي مش مفيش طريقة اننا نأجلها مرة تانية، لازم نخلصها. هيتعين على كل الاباء النهاردة هيكونوا بيكرسوا نفسهم واهتمامهم لنشاطات كتير خاصة باسرتهم وباطفالهم، في محادثات مهمة جدا مفروض يخوضوها مع اطفالهم في اليوم ده. هتكون مهتم جدا بانك هتتكلم مع اشخاص غرباء عنك في اليوم ده. بالنسبة ليك هيجيبوا ليك النهاردة اخبار فيها محادثات فيها مناقشات لاحداث كتيرة جدا في حياة فتاة او امرأة في احلامك، هتبقى انت متعلق بيها بشكل كبير في الاخر. مش هتبقى مستبعد منك اي تفاصيل، لكن كل الاشخاص النهاردة هيكونوا مستعدين جدا يوم السبت لانهم يجربوا تجارب ممتعة فيها ترفيه فيها مشاركة في أشكال مختلفة جدا من الاستجمام والاسترخاء اللي بيكون في حياتنا طول الفترة دي. هتحصل على كل اللي انت بتتمنى انك تلاقيه في يوم السبت. كل الإجراءات اللي عندك اللي هتبقى متعلقة بمخاطر كتيرة، مع انك لازم تستخدم وسائل تقنية معينة والكهرباء اللي انت بتحتاجها في يومك ده عشان تعرف تهتم بنفسك، خاصة جدا ليك. حتى لو ما كانتش كافية بالنسبة ليك من خبرة ومعرفة فيها هتعرف تستخدمها. لازم بس تتوخى الحذر أكتر لما تيجي تستخدم الغاز أو أي وسيلة حرقة تانية، بما في ده حتى الألعاب النارية لازم تاخد بالك وانت بتستعملها. وسائل الترفيه كتيرة جدا واللي هتبقى متماثلة ليها في الخطورة. هتميل النهاردة انك تتصرف بسرعة، بس ده كله بسبب خوفك من انك تضيع فرصتك او فرصة قدامك مفروض تستغلها. اليوم ده مناسب جدا لكل اللي بيمتلكوا منكم نشاطات تجارية او شغل خاص جدا بيكم. النهاردة الناس يعتبروا حابين اكتر للحرية وللاستقلالية في اليوم ده، مش هيقبلوا رأي وإرادة الأشخاص اللي حواليك بصعوبة. هيكون الاجتماعات والمحادثات مع الأصحاب والأصدقاء مع الأشخاص اللي عندهم تفكير مماثل لأي إجراءات مع مجموعة من الأشخاص اللي حوالينا. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.